كنتوا كلياتكم حولتوا تجارة؟ كلياتكم حولتوا تجارة؟ هاي هيك أكيد راح يسوي تربية حول بكير. إيش سعيد إذا حالي شوف شلفنا صافت فيها خمس مواد المانيات المحاولوه إجباري فصلوه من الفصل الثالث طب وليش ما ده بيفصلش حاله باخذ انذار الزلمه هذا شوف هذول الناس بتفوت من الزبيب ليش شو ماله هو اللي سحب حاله ما قدمش امتحانات ليش ضل يتفوت ما بحكي لاني اذا ما بدخلني الفصل باخذ انذار باخذ انذار هذا لما بسكت مثل ما بس مين ايده يعني حكيت بس يجي اسم اخوينا نيكو في الوضع هزار.